28 وبالداخل بين 28 وال 35 درجة، يعني إلى غائم مع أمطار متفرقة خاصة بفترة الصبح. كيف الطقس بكرة ببعض المناطق والضياع اللبنانية؟ بنشوف بهالجولة من الجو ومننطلق من عقائني 35 درجة وختام جولتنا بالقاع و 35 درجة. 29 درجة لنهار الخميس كمان احتمال أمطار، حرارة بتضل مستقرة على 29 درجة لنهار الجمعة وبتكفي على هالحال لنهار السبت. هيدي كانت أخبار الطقس لليلة، وين ما كنتوا رايحين طبهوا على الطرقات وسوقوا على مهلكم، وأنا بلاقيكم بكرة. الساحل بتروح بين 29 و 30 درجة، على الجبال بين 20 و 28 وبالداخل بين 28 و 35 درجة، يعني إلى غائم مع أمطار متفرقة خاصة بفترة الصبح. كيف الطقس اليوم ببعض مناطق وضيعة لبنانية؟ بنشوف فيها الجولة من الجو ومن 29 تل تنوب 30 درجة، مقني 35 وختام جولتنا بالقاع و 35 درجة. أمطار بفترة الصبح، خميس 29 درجة والحرارة بتضل مستقرة على 29 نهار الجمعة وبتكفي على هالحال كمان لنهار السبت. مثل العادة بنختم نشرتنا بجولة سريعة على طقس مع المدن حول العالم وتفاصيل أكثر عن طقس الأيام الباقية من الأسبوع بنشرتنا الجاية.